أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 476 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للقرار الجمهوري بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو. لأن التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 476 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 104 لسنة 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان. وقد أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو، عبروا خلالها عن شكرهم لرئيس الجمهورية لقرار العفو. أنا بشكر جدا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو أفرج عنا، الواحد مبسوط والحمد لله مش مصدق من الفرحة اللي أنا فيها. ألف شكر لسيادة الرئيس طبعا، وإحنا يعني بحمد ربنا إن جالنا العفو، الحمد لله إن أنا خرجت قبل ميعادي بكتير، الحمد لله. الحمد والشكر ربنا جاب لي حاجة، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن اتفاجئت الناس في العفو، وأطلع لأهلنا على حال وسلامة ونبدأ حياة كريمة تاني. والواحد ما يعملش خاطئ تاني. انا مش مصدقه اللي انا طالعه لعيالي والله. انا معايا اولاد وربنا يبارك لنا فيه يا رب. لما عمل لنا العفو ده ونطلعني لاولادي. وتشهد المنظومه العقابيه تطورا كبيرا تزامنا مع انشاء مراكز الاصلاح والتاهيل، ما يتيح الفرصه للمفرج عنهم للانخراط السريع في المجتمع، خاصه مع تطبيق برامج تاهيليه واصلاحيه تتماشى مع الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان ومعايير حقوق الانسان الدوليه. وما تتيحه هذه المراكز من رعاية اجتماعية ومعيشية وصحية وتعليمية متطورة. أول حاجة اتعلمتها الشغل، موفرين الشغل وموفرين المرتب، أهلي لما كانوا بيجوا الزيارة كانوا مبسوطين، معاملة كويسة. الخدمات الطبية كانوا بيهتموا بعلاجنا وبيجيبوها لنا، أنا عاملة عملية في المركز الطبي مركبة مسمار والعملية نجحت والحمد لله وماشية على رجليا. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش. انطلاقة وفرصة للمفرج عنهم لبداية حياة جديدة، وسط فرحة ذويهم الذين استقبلوهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بقرار العفو الرئاسي الذي أعاد أبناءهم إلى أحضانهم من جديد. ألف 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 مليون شكر لك يا رئيس على انك انت خليتني راجل، وربنا يخليك لنا وما يحرمناش منك يا رب. فرح كل ام وكل اب النهارده، وعيد لفرحه سينا كلها وفرحه مصر كلها وتحيا جمهوريه مصر العربيه. مبسوطه طبعا لاخويا ان هيطلع احسن من الاول بكتير، وطالع ليه صنعه، يعني معاه صنعه يطلع يشتغل بيها هينفع نفسه، حاجه كويسه. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو خرج لنا اخونا اعز حاجه عندنا، وبشكره قوي. المناسبات الدينية والوطنية هي فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي للانطلاق نحو حياة جديدة بعد تأهيلهم وإصلاحهم وفقا لأحدث النظم العقابية. التوسع في الإفراج بالعفو واحدة من أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية وذات بعد إنساني، فهي تعطي فرصة للنزلاء ممن تنطبق عليهم شروط العفو للبداية من جديد بعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي يراعى فيها أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.